وجه وكيل محافظة البيضاء لشؤون مديرية رداع الدكتور سنان مقبل جرعون، وجه المجلس المحلي بمديرية رداع اليوم بصرف تكاليف علاج طالبات مدرسة الخنساء اللواتي تعرضن للإصابة جراء العمل الإرهابي في مدينة رداع الثلاثاء الماضي. وقضت توجيهات جرعون بأن يتم صرف تكاليف العلاج من بند المساهمات المجتمعية نظرا لعدم وجود رصيد في بند الطوارئ في المحافظة بحسب إفادة المختصين.